يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إذا رضوني رضوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وجوهر الموجودات سيدنا ونبينا ومولانا محمد كامل الذات والصفات، اللهم صل صل اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الهدات. أيها الجمع المبارك الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد في هذا اللقاء المتجدد من الندوات المحمدية على هامش الملتقى 12 لسلسلة الدروس المحمدية بهذه الزاوية المباركة. نسعد باستضافة علم من أعلام علماء ودعاة هذه الأمة المباركة المرحومة، نشط من نشطاء الدعوة إلى الله، ونشهد لهم بذلك، ألا وهو فضيلة الحبيب محمد بن عبد الرحمن الثقاف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. أهلا وسهلا بكم فضيلة الحبيب. حفظكم الله، حياكم الله. لعلمكم سادة الحضور، بعد أن أعلننا عن الملتقى 12 لسلسلة الدروس المحمدية، فإن من أوائل من لبى هذا النداء هو فضيلة الحبيب الذي نحن بين يديه. فضيلة الحبيب الغني عن كل تعريف، أذكر فقط أنه المشرف العام لقناة الإرث النبوي، وإنما أحببت أن أعرف بهذا لأنني من هنا سأدخل بعد إذنه لهذه القناة الوسطية المعتدلة التي نتشرف بأن ننتمي إليها، من جهة أنها تبث الدروس المحمدية منذ سنوات، بل لعلمكم أيها السادة قد ترجمت الدروس المحمدية إلى إخواننا المسلمين في ماليزيا وأندونيسيا، وهي تعمل على ترجمة كل السلسلة لأجل أن ينتشر هذا الخير إلى إخواننا المسلمين الأعاجم فضلا عن العرب، فجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير. قلت لأجل أن لا أطيل، أستأذنكم سيدي وأدخل من شعاركم الذي اخترتموه للقناة، ألا وهو ويزكيهم ويعلمهم. وأستسمحكم سيدي وأقول، ما السر في أنكم اخترتم هذا الشعار لهذه القناة المباركة؟ نعم، الحمد لله الموفق الهادي المعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وجعلنا الله وإياكم معهم وفيهم. وما ذكرت من هذا الإطراء فإنما ينزل في محله إن شاء الله تعالى، ومحله المشائخ ونحن خدام إن شاء الله، إن رضينا الله تعالى خدما لدينه ولحملة دينه من أهل العلم والفضل.
وهذه القناة كذلك هي محل الخدمة لكل من اقتدى واهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سواء اسم القناة أو شعارها عندما كنا نتناقش مع بعض الإخوة فيها أردنا أن يكون لها الرابطة بجناب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء رأينا أن تكون هذه القناة قناة الإرث النبوي، لأن عزمنا أن لا يظهر فيها إلا من هم من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق. ولما نظرنا إلى وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمته، بل المنة التي من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة، وجدناها تحمل هذا الشعار القرآني الرباني، فليس هناك أحسن من أن ننطلق من خطاب الله ومن كلام الله تعالى، حيث من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فكانت التزكية والتعليم هي المهمة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنرجو أن تكون هذه القناة امتدادا لتلك المهمة وللبلاغ والنيابة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا فضيلة الحبيب على هذا المدخل الكريم. بقاء عند المعنى الجليل التزكية والتعليم، لعل القائل يقول أن التعليم قد يفهم معناه، فما المراد من التزكية؟ نعم، نحن نحتاج أن نفهم ما هي التزكية، وكيف يتحصل عليها الإنسان، وما هو العلم وكيف يتحصل عليه الإنسان، وكيف يجمع بينهما. كما جاء عن سيدنا الإمام مالك أن من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، العبارة التي اشتهرت عنه وطارت في آفاق الدنيا كلها. التزكية تأتي في اللغة بمعنى التطهير، وتأتي كذلك بمعنى النماء، فهي هنا بمعنى التطهير والتصفية والتنقية. فلذلك أطلق هذا المصطلح على إصلاح النفوس وتطهيرها بالتزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الله سبحانه وتعالى تطهير النفس من غوائلها ومن دخائلها ومن نزعاتها ونزغاتها ومن التفاتاتها وتعلقاتها بشهواتها وبأهوائها، تطهيرها من ذلك كله يسمى بالتزكية. فلذلك كانت التزكية علما عظيما من العلوم التي ينبغي أن يعتنى بها، بل هي وظيفة مهمة ينبغي للإنسان أن يعمل بها ويشتغل فيها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالتزكية إذا غابت عن حياة الإنسان وغابت عن المجتمعات، فإنا سنجد من دوافع ودواعي النفوس ما يوقع العبد والعياذ بالله تعالى في غضب الله وفي سخط الله، حتى ولو كان بعلم. فلذلك نحن مأمورون، وخصوصا طلبة العلم هؤلاء وعامة الأمة، بأن نشتغل بالتزكية، وأن لا يمر علينا زمن إلا ونقيس أنفسنا. وكما أن العلم له مراتب ودرجات، وله كذلك اختبارات، ومن خلال ذلك يعرف ويمحص الطالب ويعرف أين بلغ. فللتزكية كذلك درجات، ولها تمحيص ولها اختبارات، حتى يعرف الإنسان نفسه أين بلغ. بارك الله فيكم فضيلة الحبيب على هذا المقارنة الجليلة بين
التزكية والعلم لأجل أن يختبر الإنسان نفسه. نعم. فالإنسان خبير نفسه هل رصب أم نجح في امتحان. نعم نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة. الله أكبر. نعم. فضيلة الحبيب، أشرتم إلى قول الحق سبحانه وتعالى: مانا على الأمة المحمدية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أخبر أنه يزكيهم، والخطاب لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الصحابة الكرام، فما كيف كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يزكي صحابته الكرام؟ نعم، وهذا خطاب له أن يزكي أصحابه ومن بعد أصحابه، فهو المزكي لهذه الأمة إلى يوم الدين. فنحن في فكل نفس تزكت إلى يوم القيامة، فإنما تزكت بتطهير مياه الرحمة المحمدية والدعوة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عندما ننظر إلى حاله في تربيته لأصحابه نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان أغلب حاله التزكية، فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الحفاظ والعلماء والفقهاء، ولكن كانت مهمة التزكية هي الأصل، ولذلك قدمت في الخطاب ويزكيهم ويعلمهم، وفي ذلك تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نراه أولا أنه كان مثالا ونموذجا عظيما في شأن معاملة الله سبحانه وتعالى والتدقيق في معاملة الله تعالى، لأن التزكية لا تجري بالخطاب، إنما هي تجري بالعمل وبالإمداد. فلذلك كان هو النموذج الأعظم، حيث كانوا يرون تواضعه ويرون انكساره ويرون بكاءه ويرون خشوعه ويرون صلاته ويرون حركاته وتعاملاته مع الناس. ثم أنه كان ينبه إلى هذه القضايا ويرشد إليها، وهذا طافح جدا، وهذا والسيرة النبوية كلها بل كتب الحديث كلها طافحة بما يتعلق بشأن التزكية. فلا تجد كتابا من كتب الحديث لا تدخل إلى باب في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب البيع، في كتب الجنايات، ما من حديث إلا وفيه وجه من وجوه التزكية. وتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على وجه التزكية. ومن ذلك أنه عرفهم أنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس عنده يتفاضلون على حسب تقواهم وعلى حسب حفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه قال لأبي ذر فيما رواه عليه رضوان الله تعالى، قال له: إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكسون أنفسكم. فعلم الأمة أن تجده مثل السيد القرشي عمر بن الخطاب يقول: بلال سيدنا، يقول أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا، فيطلق على بلال، وهو ذلك العبد الذي كان يضرب ويرمى في بطاح مكة، صار عمر بن الخطاب العدوي القرشي يقول: بلال هذا سيدنا. فهذا من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى لما قيل أبو ذر قال له: يا ابن السوداء، قال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. فوضع خده أبو ذر على الأرض وارتمى وقال لبلال: دس بقدمك على وجهي. فاستحلفه بالله أن يفعل ذلك ليخرج هذا من نفسه. فلذلك تجد هؤلاء الصحابة كيف عملوا على وفق تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا أبو بكر يتتبع فيرونه يحلب الشياه لجيرانه، ويذهب إلى يقول سيدنا عمر:
وقد ذهب إلى بيت عجوز يريد أن يعينها فيجد بيتها منظفا مهيئا، فيسألها من الذي يفعل هذا؟ قالت رجل يأتي كله. فإذا هو أبو بكر يأتي إلى البيت وينظف، فلما استلم الخلافة قالوا جيرانه: والله بعد اليوم أبو بكر لا بعد اليوم لا يحلب لنا وقد صار خليفة رسول الله. فلما أصبح جاءهم قالوا: ظنناك أن لا تفعل. قال: وما لي لا أفعل، والله شيئا عودت عليه عاملت به ربي أو عودت نفسي عليه لا أتركه. وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي. والأخبار في ذلك كثيرة جدا التي جعلت هؤلاء الصحابة على نحو من الطهر والصفاء والصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله فيكم فضيلة الحبيب. هذا عن جيل الصحابة الكرام. نعم. عن القرون التي جعلها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم خير القرون، والذين كان يكفيهم النظر إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطهر أنفسهم مما هي مما فيها. أشرتم سيدي في أول كلامكم إلى أنه ما من نفس تزكت إلا ومزكيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى كيف يتجلى في وقتنا الحاضر؟ نعم، التزكية مما ينبغي للعبد أن يدركه أن التزكية هي خطوتين أو هي طريقين أو مرحلتين أو جانبين، كما بأي وجه نسميها. فوجه على العبد أن يؤديه، كما ذكر الإمام الغزالي عندما تكلم مثلا عن الزهد في الدنيا، وقال: هناك زهد مقدور عليه وهناك زهد غير مقدور عليه. أما الزهد المقدور عليه فهو أن العبد يخرج الدنيا ويتصدق بها ويدفعها عن نفسه، وأما الزهد الغير مقدور عليه فهو أن تخرج الدنيا من القلب فيكون القلب باردا في دخولها وخروجها سيانا. فقال: هذا ليس للعبد مقدرة عليه، إنما هذا بفضل الله سبحانه، ولكن يتوصل إليه بالتعرض بما أنت تؤديه من نفسك. فهذا الوجه الثاني كيف الوصول إليه؟ النفوس كما يقولون الطباع تسرق الطباع، والنفوس تقابل النفوس، والمرء من جليسه، يقتبس الإنسان من جليسه. فعندما يريد العبد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ في إصلاح نفسه وتطهيرها مما فيها من صفات من كبر وعجب وارتفاع وتعالي وأهواء وشهوات وتعلق بالدنيا وحب لها، فإنه يجاهد نفسه في ذلك، لكنه لابد له من الرابطة، لابد له من الرابطة، أي لابد له من اتصال بالمصدر الذي يجري منه ماء الحياة. هذا المصدر هو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي كان كما هو معلوم في الصحيح أنه جاء ذلك الرجل الذي قد تأبط خنجره أراد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل في نفسه أشد ظلمة في هذا العالم، وهي الكراهية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إرادة قتله واغتياله غيلة. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه فضالة، وطاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره يقول فضالة: فوالله قبل أن يضعها ما على ظهر الأرض أبغض إلي منه، فوالله ما أن رفعه إلا وهو أحب أهل الأرض إلى قلبي. ما الذي حصل؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا السر؟ هذه أنوار النبوة، هذه أنوار التزكية، هذا هو التجلي الإلهي. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم اقتبسوا تلك الأنوار، فمع ما معهم من العمل الصالح، إلا أن الذي بلغهم هو الاتصال، هي الرابطة والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونظرهم إليه جرى إليهم
وتحدثوا في ذلك لما قال حنظلة لسيدنا أبي بكر نافق حنظلة، ثم جاء إلى رسول الله فقال نافقنا، ما ذاك؟ قالوا نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، ثم إذا عدنا عافسنا الأبناء والأهلون، ذهب عنا ذلك. قال لو كنتم لو بقيتم على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. حتى قال أهل العلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي ذلك، بل قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، أي ابقوا على حالة من الارتباط والاتصال بي، يبقى لكم هذا الحال ويدوم لكم هذا الحال. فعلمهم ورقاهم من حالة إلى حالة، فلذلك بقي في هذه الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام يحملون هذا السر، ثم بعد ذلك من بعدهم، ثم من أظهرهم الله سبحانه وتعالى أئمة للهدى والتزكية ممن حملوا هذا المشعل وحملوا هذا النور وهذا الهدى. فصار من أراد التزكية لا بد له من طريقه، وهم المشايخ. مشيخة التزكية مهمة وعظيمة، ومن لا يدرك ذلك فإنما يخادع نفسه، لأن الإنسان لا يصل بنفسه. وأشار الحق بإشارة لطيفة شريفة في كتابه يغفل عنها كثير من الناس، لما قال ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تزكوا أنفسكم أي لا تثنوا عليها، وكذلك من وجه أي أنكم أنتم لا تستطيعوا أن تروا في أنفسكم التحقق وعدم التحقق. لا تستطيع أن تعطي نفسك شهادة، لا تستطيع أن تعطي نفسك رتبة، لكنك لا بد لك ممن يزكيك، سواء يزكيك ويطهرك أو يزكيك أن يثني عليك ويعطيك شهادة بأنك قد بلغت الحالة الفلانية أو الرتبة الفلانية. وهذا لا يتأتى إلا من هو مؤهل وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى معرفة بعلوم الشريعة، وقد أعطاه الله تعالى نورا وبصيرة وخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة في هذا من عهد الصحابة إلى يومنا كثيرة جدا جدا جدا، والحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى أثر تلك الرابطة في من نظر إلى الصحابي، من نظر ناظري وناظر ناظري وناظر ناظري، وكذلك الذين يغزون من بعده فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، وغير ذلك من الروايات، كلها تدل على أن هناك مهمة عظيمة لهذا الارتباط بالمشايخ، لأن الإنسان إنما يحتاج إلى شيخ وإلى مرب، لأنه لا يستطيع أن ينظر إلى نفسه وإلى مصلحة نفسه، وإلا لكان يكتفي كل إنسان بطريقه. فكما أن العلم لا يؤخذ إلا من طريقه وسنده، فالتزكية لا تؤخذ إلا من طريقها وسندها. وهناك قصة السامري المشهورة التي قطعت كما يقولون قطعت قلوب العابدين والعارفين، ذلك الذي قد أوتي من العلوم، سواء العلوم الشرعية أو من العلوم الغريبة من علوم المكاشفات، ولكنه لما كان مستقلا عن سيدنا موسى، وسيدنا موسى هو المأذون من الله سبحانه وتعالى بالنبوة، وذاك أراد أن يسلك الطريق بغير إذن وبغير أن يعود إلى موسى، فغبط وحسد موسى وأراد أن يكون منافسا لسيدنا موسى، فصنع العجلة والعياذ بالله، وغلبت عليه نفسه، وحكى الله خبره لما قال أرأيت في الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالعلم موجود، ولكنه والعياذ بالله تعالى ضل بعلمه، لأنه غابت عنه التزكية والتطهير، وأن يرتبط بالرابطة وبالأساس الذي هو النبوة ومصدر النبوة عليهم الصلاة والسلام.
الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء وعلى ورثتهم من بعدهم إلى يوم الدين. خلاصة ما تفضلتم به سيدي أنه لا سبيل لتطهير النفوس إلا بأن توضع بين يدي مشايخ التربية والسلوك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أولئك الذين جعل الله النظر في وجوههم يطهر القلوب. حضرني سيدي وأنتم تفصلون وتدققون قول إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول: كنت كلما أجد قسوة في قلبي آتي محمد بن المنكدر شيخ القراء فأنظر إليه نظرة أتعظ أياما بنفسي. الله الله، ببركة تلك النظرة في شيخ من المشايخ الذين أذنوا كما تفضلتم في التربية بالحال قبل المقال. نعم، هناك ملاحظة مهمة. نعم. وهي محل الإشكال في زماننا، أن كثير من الناس يقول: يا أخي أنتم تبالغون في هذا المعنى، وتريد الواحد إنسان يعني عزيز بنفسه يأتي فيتذلل عند شيخ. يا أخي نحن بشر، يا أخي نحن كلنا سواء. هذا التصور الذي صور لكثير من الناس عن السلوك والتزكية والتصوف أو بأي مصطلح وبمعنى المشيخة، ويستهزئون ويسخرون، يقول انظر إلى بعضهم، يقول فلان يكون حتى تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. ما هذا؟ يريد أن يسلب الإنسان اختياره ويسلب الإنسان قيمته وقدره، فيقعون شبكة للشيطان، ويصير بعد ذلك الذين يقولون مثل هذا القول يتجلى فيهم فعل الشيطان. ولا كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه، قال: لأزينن لهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. فيصير كثير منهم مأمور من الشيطان، الشيطان يتحكم فيه، فيرضى أن يتحكم فيه الشيطان لا يرضى أن يتحكم لشيخ يوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أهل العلم والتزكية لا يريدون من الإنسان شيء، ماذا يريدون منه إلا أن يصلح فيطهر فيترقى فيلقى ربه سبحانه وتعالى بحالة حسنة. لكن الإنسان لا بد له أن يخرج من هذه النزعة، هذه النزعة الإبليسية الشديدة الفرعونية في النفس، لا بد أن يخرج منها الإنسان، فلذلك لا بد له من هذا التسليم. فلو كان هو معافى منه فالشيخ لن يقول له افعل أو لا تفعل، لكن الإنسان عنده هذه المشكلة، والذي يقول هذه الكلمة هو عنده هذه المشكلة. هي مشكلتك هذه، لو ذهبت عنك مشكلة أنك لا تريد أن تسلم لذهب عنك الأمر. فلذلك التسليم للمشايخ والارتباط بهم فيما يسمونه بالتحكيم، هذا يؤهل العبد للتحقق بقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، كيف الإنسان يتدرب ويدرب على هذا؟ لابد في مرحلة أولى يدرب فيها على كيفية التسليم. ما من لاعب إلا يدرب على اللعب، وما من مصارع إلا يدرب على المصارعة، وما من مهندس إلا يدرب على الهندسة، ما من إنسان يخوض في شيء إلا يدرب ويهيأ في ذلك من خلال مدرب يعينه ويدربه ويعلمه. فالشيخ يعني هو ذلك المدرب الذي يعينك على طريقة التسليم، لأن الإنسان عنده هذا التحكم: أنا أريد أن أعبد الله كما أريد، كما جاء في أخبار كثير. ذلك الذي سمع سيدنا الإمام الجنيد في مجلس، هو تكلم بكلام علم وكان عالم، ثم تكلم الإمام الجنيد فلامس كلامه شغاف القلوب، فقال: يا سيدي، الكلام الذي أتيت به من أين؟ قال له: من حيث لا تعرف، حيث لا تعرف. قال: إني أريد أن أبلغ إلى ذلك. قال: لا تبلغ ذلك إلا بتطهير نفسك وتزكيتها. قال له: فأريد ذلك. قال: فإنك لا تصل إلا بشيخ يربيك ويزكيك. قال: فكن شيخي. قال: إن أردتني أن أكون شيخك فاذهب إلى الميضة، وظيفتك أن تنظف محل الاستنجاء. قال: سبحان الله، أنا
قال له تسبيحك هذا ليس لله. لا إله. أنا ما قلت لك استنقص من حق الله، أنا قلت لك أنت اذهب. فسبحت الله لأنك لازلت تقدس نفسك وتتعالى بها. قال هل من طريق غير هذا؟ قال والله لو مكثت على ما أنت عليه 100 سنة لا تبلغ إلى ما بلغنا إليه. إنما هذا لا يتأتى إلا بتذليل النفوس. والإمام الشعراني قصته مع الخواص، والإمام ابن عجيبة قصته مع البوزيدي، وفلان 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 وفلان، كلهم صاروا رموزا عظيمة ما نقصوا بل زادوا. الصحابة الذين كانوا أعزى قرشيين ثم صاروا يجلسون بجانب بلال وصاروا يرفعون بلال، هل صاروا أذلة؟ بالعكس. ولهذا كان المشركين يقول يا محمد تريدنا نحن السادة نجلس مع العبيد، كما قال قوم نوح لنوح، نحن يا محمد تريدنا نجلس مع هؤلاء العبيد. فمنعهم عن الخير كونهم لا يريدون أن ينزلوا. فهذا الذي يمنع المسلم كذلك اليوم أن لا يرتقي، كونه لا يريد أن ينزل وأن ينخفض. وأنت ستنخفض لمن؟ ستنخفض لكافر أو فاجر؟ أنت ستنخفض لشيخ يربيك ويهذبك ويعلمك، يكون مثل والدك. فكما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالانخفاض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فما بالنا لا ننخفض لوالدنا الشيخنا الذي يربينا ويعلمنا كذلك. أعزكم الله سيدي، أعزكم الله، ذكرتمونا بكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه لما لامه بعض أقرانه على التذلل لمشايخه فقال أذل لهم نفسي ليعزوها. الله أكبر. إنما أتذلل لهم لأصير عزيزا. قال بعض الشراح فلم يذكر أولئك الذين لاموه ولا يعرف تعرف أسماؤهم، وبقي اسمه عاليا عزيزا لأنه أذل نفسه عند مشايخ التربية والسلوك. سيدي نبقى دوما في هذا الميدان، وكما تفضلتم ليس لساداتنا المشايخ منبع سوى القرآن الكريم وسوى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما هي الإشارات التي استنبطها ساداتنا العلماء في ضرورة الشيخ المربي من قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ نعم، في سورة الكهف هذه الإشارة التي جاءت ببيان أهمية وجود المرشد والمربي، والتي جاءت أوضح وأجلى وأشد صراحة في خبر سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وكيف أمره الله تعالى بالبحث عنه. فكانت قصة سيدنا موسى في البحث عن سيدنا الخضر فيها كثير من الدلالات، ومن ذلك أنه أمر بالبحث عنه، ثم عرف أنه يصل إليه من خلال إشارة، من خلال إشارة تبدو له. ولذلك قال من يبحث عن شيخه فينبغي له أن يستخير الله سبحانه وتعالى حتى يبدو له أو تظهر له إشارة توصله إلى هذا الشيخ الذي يربيه. فكانت تلك الإشارة التي أعطاها الله لسيدنا موسى أن يأخذ الحوت فحيثما فقده ففي ذلك المكان، وإلى ذلك يشير بقوله آتنا غداءنا لقد لقينا، فلما جاوزا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قالوا أن سيدنا موسى وفتاه مشيا مسافة طويلة ثم فقدا الحوت ثم مشيا مسافة بسيطة فشعر بالتعب، فقالوا لأن الإنسان إذا انحرف عن مسار قصده يشعر بالتعب وبالهم والغم، لكنه ما دام في وجهته الصحيحة فإنه لا يشعر، فبمجرد أن تجاوز المسافة الصحيحة شعر بالتعب، ثم رجع بعد ذلك أدراجه يبحث عن الخضر حتى لقيه. وكان اشتراط الخضر له شروطا عجيبة تتعلق بما ذكرنا، وأمره أن لا يسأل ولا يراجع ولا يقاطع ولا يمانع كما هو بين في تفصيل تلك الآيات. ولكن سيدنا موسى المرة الأولى راجعه والثانية قاطعه واعتذر له بأنه
ثالث مرة خلاص هو معذور منه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري يقول رحم الله موسى نعم لو صبر يعني لو صبر لكان يعني تبين لنا من الإشارات والمنافع والعجائب والغرائب أمور أخرى، ولكن تلك كانت أقضية الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى في توجيهه العباد إلى أنبيائه دلالة على أنه سبحانه وتعالى جعل طريقا موصلا إليه، فكان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخاطب عباده بدون واسطة، وكان يمكن كذلك أن يدعوهم إليه دون واسطة، وكان يمكن أن لا يأمرهم في الشهادة إلا بتوحيده دون الشهادة بالنبوة لأنبيائه. فنحن لا ندخل الإسلام إلا بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك لا يصلح العبد صلاحا تاما إلا من خلال المرشد. وهنا يمكن أن نبين مسألة بسيطة، وهو أن الدعوة العامة للناس لتعريفهم بواجباتهم هي دعوة عامة، لكن من أراد الارتقاء ومن أراد تزكية النفس ومن أراد التطهير فلا بد له أن يسلك طريق الخواص، ولا بد له أن يسلك بأيدي المشايخ المربين الذين يزكون نفس الإنسان ويطهرونه. وهؤلاء الذي كان يسميهم بعضهم يقول هؤلاء المشايخ هؤلاء مهندسي الأرواح، كما الآن الجوال والأجهزة هذه لها مهندس يبرمجها ويصلح البرمجة، فإن هؤلاء المشايخ هم يعني مبرمجين لهذه الأجهزة، أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه المكنة. يأتي العبد إليهم يعني في تعب وفي حال فينقلب من عندهم وقد عالجوه وداووه وطببوه من أدوائه ومن أمراضه هذه شيئا فشيئا. فنعمة وجود المشايخ نعمة عظيمة. وبعض الناس يقول أين هم اليوم؟ لا بد أن يكون هؤلاء المشايخ موجودين، وفي كل بلد لا بد أن يبقى منهم ثلة، إلا أن الزمان من تنكره وتنكبه أظهر الغوغاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء سماهم في الحديث ماذا سماهم في هناك في الحديث اللهم صل على سيدنا محمد الذين يتبعون كل ناعق ورويبضة وسواهم الرويبضة، وسماهم في مكان آخر رؤساء جهال يسألون فيفتون بغير علم وغير ذلك. فاستتر كثير من هؤلاء المشايخ ولكنهم موجودين، فمن أراد وصدق مع الله كما قالوا من صدق في طلب الشيخ وجد الشيخ على باب بيته. لا بد أن يجمعه الله سبحانه وتعالى بمن يأخذ بيده ومن يعينه في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سيدي ما دمتم تشيرون إلى الواقع وهو كذلك، وهو ما يحتاج أن يسمعه الناس الآن، لأنهم كما تفضلتم قد يقولون هذه قصص الصحابة وقد مضت، هذه قصص التابعين وقد مضت، فأين حظ المؤمن في هذا الزمان؟ أريد سيدي أن أطرح مسألة العلم وعلاقته بالتزكية. نعم. إذا نظرنا إلى العلم الشرعي في العالم الإسلامي، نعم، لا نكاد ننتهي من عد الجامعات الإسلامية مئات وألوف الألوف، نعم، والمتخرجون من الجامعات بالإجازات ملايين الملايين. ثم نرى بعد ذلك ألسنة تتسلط على العلماء وعلى السلف وعلى المعاصرين، ما السبب في هذا؟ هو هذا السبب، فقد التزكية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم في زمن قليل كثير فقهاء قليل قراء، ويأتي عليكم زمان كثير قراءه قليل فقهاء، يعني أن الناس ما شاء الله يحفظون القرآن
ويحفظون المتون ويعرفون النصوص، ولكنهم لا فقه عندهم في الدين، أي في معاملتهم لله سبحانه وتعالى. ومصطلح الفقه عندما يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى به أنه تلك المسائل والأحكام فقط، إنما الفقه هو المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى والتحقق بدين الله. فذهاب وانصراف الناس إلى العلم بعيدا عن التزكية وانقطاعا عن التزكية أمر خطير جدا. وهذه القضية لا بد أن نعلم أن الواقع المرير الذي وصلنا إليه لم نصل إليه هكذا تلقائيا، إنما ذلك كان من خلال مراحل خطيرة في 100 سنة أو 150 سنة الأخيرة من أيام ضعف دولة الإسلام وانهيار الدولة الواحدة الإسلامية وتسلط الاستعمار على كثير من بلاد الإسلام، ثم بعد ذلك تحول منهجية التلقي عند الناس. فهؤلاء المستشرقون درسوا عالمنا الإسلامي، وينبغي للإنسان أن يكون عنده نسبة من الوعي كبيرة. وهذا الموضوع طويل جدا، ولكن ننبه إلى أن عندما ننظر إلى واقع مثلا المغرب العربي هذا، وإلى واقع إندونيسيا التي استعمرتها هولندا، وإلى واقع كثير من البلاد، نجد هؤلاء المستعمرون سرقوا كتبنا وسرقوا تراثنا وسرقوا كثير وأحرقوا وأهلكوا. ثم بدأ هذا العالم يصنعون العالم الجديد والنظام الأكاديمي، والذي هو نظام قائم على خدمة الدنيا وعلى تسخير الشعوب ليكونوا خدما لهذه الدنيا. فمن خلال ذلك بدأ التصغير والتحقير لقيمة دراسة علوم الدين، فصار الطالب كما جاء في وقت، وهو لا زال إلى اليوم عندما يكون رب الأسرة عنده 4 أولاد، فيكون ولد ذكي يقول هذا يصلح للطب، وواحد يصلح للهندسة، وواحد مثلا من الأولاد عنده يعني قليل ضعف في الذكاء ونتائجه في المدرسة ضعيفة، يقول هذا ادوه إلى الزاوية، قالوا يروح إلى الزاوية، هذا يعني ما يصلح لي. فصار قيمته ومنزلة العلم أصلا ضعيفة في المجتمعات لما صارت التعليم والمدارس والشهادات قائمة على ذلك. ثم قطع الناس عن قيمة الاتصال بالشيخ، فصار الإنسان متصل بمدرسة، متصل بكيان بمؤسسة، ليس له اتصال بشخص. فقطعت الذوات عن الذوات، وقطع الأشخاص عن الأشخاص. فلا نجد اليوم في المدارس مثلا طلاب في الفصل كأن على رؤوسهم الطير ما تجد كأن على رؤوسهم الطير إلا إذا هددهم المعلم بأنه سينقص درجاتهم فقط. لكن لا تجد طالبا يشتاق إلى شيخه فيأتي في المساء أو يخدمه أو يجلس على بابه، وفقدت تلك الروح وتلقي النظر وتلقي البركة. فمن هنا وصل العالم الإسلامي إلى هذا النظام من المؤسسات. ثم قضية مهمة، تحولت الدعوة التي هي كانت طراز حياه، والمشايخ بتلامذتهم بزواياهم دعاة إلى الله، تحولت الدعوة إلى منظمات، إلى تنظيمات، إلى كيانات، إلى مؤسسات، وبدأت يعني تخوض مخاض، فتغير التركيب الاجتماعي وفقدت التزكية من هذا المجال تماما. فلا تسمع أحدا يحاسب نفسه ولا يخاطب نفسه ولا يتهم نفسه ولا يعود على نفسه، وإنما كل واحد يتهم الآخر ويرى النقص في الآخر. فلذلك وصل العالم الإسلام إلى ما هو فيه اليوم. لكن نحن نرى أن هناك لا زالت عروق خضراء موجودة، وإن كانت تحت ركام وإن كانت تحت رماد، ولكن لا تزال مثل هذه الزاوية. والعبد الفقير ابتليت بالسفر والذهاب إلى كثير من البلاد، ولكن مثل زاويتكم هذه، وهناك زوايا وهناك مشايخ وهناك صالحين وهناك أناس يعملون في صمت وفي أدب وفي فقر
وفي قلة من الدنيا ويعملون ويجتهدون على إخلاص مع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأمل المنشود، هم الأمل المنشود لنهضة الأمة. العالم الإسلامي تعب من سوء الأدب ومن قلة الأدب ومن السباب ومن الشتام ومن ترك التزكية، وآن الأوان لأن نحمل مشعل الهداية، آن الأوان لنجد شبابا مثل هؤلاء يخرجون لله سبحانه وتعالى يعلمون، لا يسألون الناس مالا ولا يسألون الناس ثناء ولا يرغبون في منافسة في سياسة ولا يرغبون في منافسة أهل الدنيا في دنياهم، يخرجون لله سبحانه وتعالى معلمين ومربين. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، في أمس الحاجة، وكل شخص يخرج بهذه الكيفية هو يعني منقذ من منقذي هذه الأمة إن شاء الله تعالى. فإذا كثر هذا النوع، نحن اليوم نتكلم سيدي أحمد، نحن اليوم نتحدث عن النوعية، لا يهمنا الكثرة، الكثرة التي ذكرتها في الجامعات والكليات والأعداد الهائلة، هذه كلها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أريد أن أسيء الأدب، ولكن قال أنتم يومئذ كثير، قالوا أمن قلة نحن؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كمثل زبد البحر وكمثل غثاء السيل، يعني تذهبون كلكم هكذا كالفقاعات. فنحن نريد صنف، النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل 13 عاما في مكة يربي، ما معه إلا قرابة 40، ثم بعد ذلك في المدينة المنورة أخذ يربي، وما استعجل على الانطلاق إلى كل العالم، أراد أن يصنع الإنسان الكامل الصحيح. ولذلك لما خير بين أن يطول عمره وبين الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى ولم يحب، مع أنه بشر بأنه تفتح الروم، تفتح بلاد فارس، تفتح كلها رآها صلى الله عليه وسلم، لكنه ما اشتاق إلى رؤيتها. لكنه يوم وفاته، يوم أن رفع الستار عن حجرته ورأى أصحابه في صلاة الفجر مصطفين خاشعين خاضعين وإمامهم أبو بكر، قال بل الرفيق الأعلى، خلاص ما دام تأهل هؤلاء حملوا الوراثة وحملوا السر والنور والعلم والتزكية، فهم الذين سيوصلون هذا النور إلى العالم. نحن نحتاج إلى أفراد قليل. سيدنا الشيخ محمد بن القائد كان رجلا بسيطا في تلمسان، وأنتم عرفتموه ومن قبلكم من الشيبان، ما كان يملك من الدنيا شيء وكان مع الله صادقا. قال لي الشيخ عبد اللطيف حفظه الله، أول ما تعرفت عليه قبل سنوات كان لما مر عندنا في جدة، قال والدي قال لي، قال بعد ذهابي سترون توسعا كثيرا، بعد أن أذهب ستنتشر هذه دعوتي وستتوسع الزوايا هذه، أما في حياتي. فهؤلاء الخاملين، هؤلاء الذين لا يريدون لا ظهورا ولا شهرة ولا يريدون شيء، نريد هذا النوع يا إخواني، نحن نريد هذا النوع، نريد هذا الصنف. هاتوا لنا كم واحد مثل هؤلاء أشخاص، والأمة كلها تعمر إن شاء الله تعالى. الله يردنا إليهم ردا جميلا. اللهم آمين. إن شاء الله سيدي، جزاكم الله خيرا على تذكيرنا بأقوال مشايخنا وأحوالهم، وهذا الرجاء من الله سبحانه وتعالى الذي هو رغبة كل مؤمن محب لأمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حال مشايخنا رضوان الله عليهم. ختاما فضيلة الحبيب، وإن كنا لا نحب أن يختم هذا المجلس لما فيه من أنوار وأسرار وبركات، لكننا ملزمون بأن نستسمحكم ونلتمس منكم ختاما وصية لطلبة العلم، إذ أشرتم أننا والحمد لله ببركة مشايخنا في زاوية تجمع بين العلم وبين التزكية، فهل من وصية لأبنائنا لنا طلبة العلم ولأبنائنا وللحضور جميعا؟ الوصية لي ولإخواني هؤلاء الطلاب وسادتي الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم
تعظيما ورضا بما يصنعون من هذا الصنيع العظيم في طلب العلم. وصيتي لي ولكم أن لا نستعجل الثمرة، وأن نعرف أننا في زمن الحرث، والمزارع في زمن الحرث يفكر كيف تكون حراثته صحيحة جيدة، ولا يستعجل على الثمرة، فإن استعجال قطف الثمرة يفقد الإنسان بركتها وقيمتها حلاوتها. إذا ثمرة خضراء فيقول لا أخذها اليوم أحسن، أنا اليوم جائع، فيقطفها نيئة فلا تؤكل. فلذلك اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على طلب العلم وصابروا على مرارته، ورابطوا على أبواب المشايخ، وخذوا نصيبكم، لأن هذه الفرصة لا تعود بعد ذلك. ما دام الطالب العلم لا زال في زاويته فإنه في نعمة لا يقدر قدرها إلا إذا خرج. إذا خرج يقول الله يا ليتني الأيام التي كنت أتكلم فيها مع أصحابي كنت أدرس فيها، يا ليتني لما فرطت في حفظ ذلك المتن كنت اهتممت ولو سهرت ولو تعبت. فوصيتي لكم أن تشتغلوا بالعلم، وأن تتوجهوا إلى الله في كل ليلة في كل سجدة، أن ينفعكم وينفع الله بكم، لا تنسوا ذلك، أن ينفعكم وأن ينفع الله بكم وبعلمكم هذا، حتى إذا جاء وقت تخرجكم تكونون في بداية الطلب الجديد إن شاء الله تعالى. الطالب إذا تخرج فإنه يبدأ مرحلة التوسع في العلوم ومرحلة النفع والتعليم للآخرين، ولا تكونوا كالماء الراكد بارك الله فيكم، فإن الماء الراكد يكون آسنا يتغير طعمه وريحه، فلا تكونوا كالماء الراكد. وإن كان مذهب المالكية في المياه وأوسع المذاهب، ونحن دائما يعني إذا تورطنا في قضية في أحكام المياه نرجع إلى مذهب مالك في أكثر الأحيان فهو أوسع المياه، لكن الماء الراكد ليس بجيد. فإذا تخرجتم إن شاء الله تعالى فليفكر كل واحد منكم أن يصنع وأن يتحرك، ولا تقنع بأقداح صغار، فساقي القوم هو رب الأنام. ولا تقل أريد أن أدرس في مدرسة أو في مسجد فقط، كل واحد منكم يفكر أن يكون ويعزم أن يكون إماما في هذه في الأمة، وأن يحمل مشعلا وينطلق به في العالم أينما سار، إن بقي هنا، إن سافر إلى بلد أخرى، فيكون داعيا ودالا ومرشدا إن شاء الله تعالى. نريد كل واحد منكم يخرج جامعة كاملة، كل واحد منكم يخرج زاوية. كان بعض مشايخنا يقول إذا خرجت من هذه الزاوية فخذها معك، إذا خرجت من الزاوية خذ الزاوية معك، لابد تكون الزاوية كلها فيك، تخرج إلى حيث ما كنت وأنت زاوية كاملة، علما وسلوكا وأذكارا وقياما وتربية وأخلاقا، حيثما نزلت فأنت زاوية، سواء كانت لها جدران أو ليست لها جدران. الزاوية ليست هذه الجدارات، الزاوية هي حقيقة، هذه حقيقة الزاوية، نريدكم أن تحملوها معكم إن شاء الله تعالى. بارك الله فينا وفيكم إن شاء الله، في مشايخنا ومشايخكم. وهذه كانت كلمة شيخنا رضي الله عنه وشفاه وعفاه لأبنائه الطلبة لأول دفعة تخرجت وهم الآن أساتذة، والحمد لله. كانت أول وصاياه والتي إليه وهم يتخرجون أن قال أمنيتي أن أرى لكل منكم زاوية عامرة كالزاوية التي أدرست فيها. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمنية شيخنا في طلبته، وأمنيتكم فضيلة الحبيب في أبنائنا الطلبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم فضيلة الحبيب، وأن ينفع بكم أمة الإسلام جمعاء، أن يسدد خطاكم، وأن يشافيكم ويعافيكم. ونشكر لكم سعيكم هذا، ونشكر لكم استجابتكم.
إجابتكم لشيخنا حفظه الله تعالى في هذه الدروس، والتي نسأله سبحانه أن يمن بالشفاء العاجل لشيخنا حفظه الله تعالى، وأن يزين مجالسنا بطلعته البهية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بارك الله ما شاء الله. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. هؤلاء الشباب عليهم يدعو لنا في هذه الأيام والليالي، ما شاء الله هم في رباط. رضوني رضوني.